بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم جوامع الكلم. إخواني أخواتي، في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. إن الدنيا خضرة حلوة، هذه حقيقة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. كيف تتعاملون مع الدنيا وما فيها من زينة وما فيها من زخرف وما فيها من خيرات، لينظر كيف تعملون. الدنيا حقيقتها جاء في هذا الوصف النبوي، والله سبحانه وتعالى بيّن حقيقة الدنيا في مواضع متعددة من كتابه الكريم، فقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. مع وجود هذا اللهو ومع وجود هذا اللعب، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني يحتاج الإنسان وهو ينظر في هذه الدنيا يحتاج إلى عقل يتعقل، ويحتاج إلى نقل وهو الشرع المطهر. والشرع المطهر وهو النقل لا يتعارض مع العقل، بل جاء متوافقا مع هذه الفطر التي فطر الله تبارك وتعالى عليها العباد. يقول سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، هذه حقيقة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وآيات كثيرة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى مفادها كما قال الأول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هم يرون لهذه الحياة الدنيا أنها لجة، بحر، مثل هذا البحر الذي أنا بجواره، مثل هذا الماء الذي أنا بجواره، هكذا الدنيا فيها الزينة وفيها اللهو وفيها اللعب وفيها الزخرف. فاتخذوا صالح الأعمال سفنا لهم وعبروها، لأن هذه الدنيا تصير إلى الزوال، لا تبقى، تصير إلى الفناء لا تبقى. الدار التي تبقى هي الدار الآخرة. هكذا ينبغي أن ينظر المسلم إلى حقيقة الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم المتأمل في سيرته، في تربيته لمن معه من أهله من صحابته، يجد أنهم قد تلقوا منه هذا البيان الواضح دائما. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوف شلون إنسان في الدنيا الغريب، أغراضه كلها، كل أغراضه في شنطة، يترك يعني كل ما في البيت ويأخذ معه شنطة حقيبة. يعني هكذا الله سبحانه وتعالى يريدنا في الدنيا نتخفف، أو عابر سبيل. قال: وكان ابن عمر يترجم هذه الوصية فيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لا يفهم من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول:
هذه الدنيا إذا كانت هذه حقيقتها فاقعد وإيش بإحباط. لا لا، هو يقول لك وخذ من صحتك لمرضك. أدامك أنت صاحي في هذه الدنيا، خذ من هذه الصحة وأعطي، أعطي لهذه الحياة ما يوصلك إلى الآخرة. لأنني دائما ما أقول يا إخواني، نحن نغفل أننا أيضا مطالبون بأننا نعيش في سبيل الله. أودي أن تكون ممن يحيا في سبيل الله، تحيا في سبيل الله فتخدم البشرية، كل البشرية، تقدم لهم الخدمات. أنت مستخلف في هذه الأرض، جعلك الله تبارك وتعالى مستخلف في هذه الأرض، تكون خادما للبشرية، تقدم لها ما ينفعها. ونيتك وإرادتك وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الدنيا وما تقدمه هو مطية وسفينة من العمل الصالح تعبر به هذه الحياة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. لهذا كثير من الناس سقطوا في أوحال الدنيا، اغتروا بها، رأى المنصب فأصابه الغرور والكبر وتنكر لأهله ومجتمعه وأصحابه، أعطي الفرصة فصارت الأموال في يده وليس هناك عين تراقبه، فبدأت يده تمتد للحرام ويأخذ. فتنة. يؤتى سلطان وقوة فيكون بها ظالما لغيره ممن لا سلطان له ولا قوة، وقع في الفتنة. يقول عليه الصلاة والسلام ويبين حقارة هذه الدنيا، بعض الناس حينما يفتح الله تبارك وتعالى عليه ويعطيه من خير الدنيا يغتر وينسى نفسه، يتصور أن هذا الذي بين يديه وفي يديه وفي جيبه، يتصور أنه من كده وكد أبيه وجده، وهذا فتح الله سبحانه وتعالى فتحه عليه، الله أعطاه، هو أخذ بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن مطعم ابن آدم، تصور يعني هذا الوصف الدقيق منه صلى الله عليه وسلم، يقول: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا بما خرج من ابن آدم، وإن قزحه وملحه فانظر ما يصير إليه. هذا الطعام، انظر كيف نعتني بشرائه ونشتري أفضل أنواع الطعام ونأتي به إلى أمهر من يقوم على طبخه، ونزينه ونحسنه ثم نأكل نتلذذ به، ثم يصير إلى ما يصير بعد ذلك. هكذا الدنيا، وإن زيناها وزخرفناها وحسناها. لهذا العاقل هو الذي لا يغتر، العاقل هو الذي يجعل من الدنيا، أجلكم الله، كالذي يحتاج إلى قضاء الحاجة، يدخل من هذا الباب يخرج من ذاك الباب. نعم، كن في الدنيا كما قلت قبل قليل ممن يترك بصمة ويخدم أهله، يخدم بني جنسه، يخدم البشرية، يقدم شيء، ما يعيش ويخرج من الدنيا وليس له ذكر وليس له بصمة، لا أبدا. هذه الدنيا اجعل منها فرصة، كما يروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول: الليل والنهار خزانتان فانظر ما تضع فيهما. الليل والنهار شو تحط فيهم؟ غدا ستفتح هذه الصناديق والخزان، فستنظر ماذا قدمت فيها. سأل الله تبارك وتعالى أن يملأ خزائننا جميعا بالحسنات والخيرات والبركات،
ما تبيض به وجوهنا ووجوه والدينا يوم القيامة. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,